السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية الجزائر العاصمة بالضبط في بلدية جسر قسنطينة اللي نعرفكم على هذا الاستثمار الكبير الذي تم تدشينه مؤخرا من طرف وزير الصناعة والإنتاج الدوائي السيد علي عون. إذا تم تدشين هذا المصنع المتخصص في إنتاج الأنسجة الغير منسوجة لي تيسيو نون تيسي، هذو اللي تستعمل كثير في ميادين هامة جدا، وهي في ميدان التجهيزات الطبية وكذلك في ميدان الأثاث المنزلي. وهذا النسيج هذا الغير منسوج اللي ينتج يعني بمادة مواد بترولية كالبروبيلان اللي يستعمل كثير في العالم، وهو مادة مطلوبة كثير، وهي يعني بصفة عامة هذه المادة سوف تستخلف المواد الصوفية في إذن الأجهزة الطبية وكذلك في إنتاج الأثاث المنزلي. وهذا إذن المصنع تم تدشينه مؤخرا، وهو تحت الوصاية نتاع مجمع مادار، المجمع العام تابع للدولة اللي عنده عدة مشاريع كبيرة على عاتقه، أصلا أكتيف كما يقال. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذا الاستثمار الجديد في ميدان الصناعات الأنسجة الغير منسوجة اللي عندها استعمالات كثيرة. خليكم تتابعوا هذا الفيديو. السلام عليكم.